هو فين عمر الساعي؟ عمر الساعي جاي اصلا عشان يلعب الدور ده، عمر الساعي بره القايمه خالص. ما بص عمر الساعي ممكن برضه ما تقدرش تلوم حد لسه جاي ما دخلش جوه الفرقه، معش الاجواء بقى له فتره يعني لسه جديد على الفرقه. ما هو يحيى طه يحيى توتو لا دخل على طول، كان ظروفه ما كانش فيه حد فاضطر انه يدخله واثبت يعني دخل بسرعه جدا. فانت داخل في ماتش وهو ده بس عشان بقول لك كولر يعني انت ماتش زي ده، انت ماتش ده عايز ترجع بعد المباراه اللي فاتت، ده ماتش نهائي هنعتبر ان ده نهائي، ما ينفعش تقول عليه الماتش سهل وهتعديه. فانت لعبت النقطه اللي كان بيتكلم فيها كابتن عصام دلوقتي، انت يعني اكرم وندبت صعب جدا في وسط الملعب، انت انت كده فقدت خسرت قفشه كمان، خسرت تاني حاجه اتنين خسرتهم وخسرت قفشه بالفعل، ما خلاص امام عاشور بقى له فتره بره خالص بره التركيز، مش ده امام عاشور اللي كان بيعتمد عليه. ليه حسين الشحات نفس القصه؟ انا عايز اسال امام عاشور ليه امام عاشور امام عاشور من نفس نوعيه قريب من شخصيه كهربا برضه بدماغه بره وعند مشاكل برضه على طول. ما احنا يعني لو جبت لو طلعت اخبار امام عاشور اخر شهرين ثلاثه كلها مشاكل بعيد عن الكوره، فده واضح بيأثر، ما هو ده اللي بنتكلم فيه، بيأثر على لعيب في الملعب. امام عاشور واضح ان هو مش ده خالص امام عاشور، وهو بيلعب على فكره متعصب جدا، الكوره مش ماشيه معاه تلاقيه متعصب وبيشوح للحكم ومش عاجبه. فهي دي النقطه، انت كنت بتعتمد على عشان امام عاشور كان عنده كان بيزيد وكان فايق. بيرسيتاو مش موجود خالص نفس القصه، فانت خسرت نص الملعب تماما مش موجود، وسام ابو علي قعده بره مروان عشان يقطع اللي هو اللي بقى مروان اللي هو كان بيشيل الدنيا كلها وبيلم يمين وبيلم شمال وقعده بتريحه بره. طب انت مريحه عشان ايه؟ ما انت رايح لبطوله لازم تعدي الماتش ده عشان توصل نهائي. ما انت مش هتروح الفاينل على طول. فالتركيبه كده، وبعد كده انا لازم ابقى عارف ان كان باين قوي ان امام عاشور بقى له فتره مش كويس. كنت قعدته بره. يعني كنت قعدته بره ونزلته على الاقل ينزل عايز يعمل حاجه ينزل فايق، لكن هو حس ان هو بيلعب كويس وحش هو بيلعب، دي مشكله كبيره جدا يعني كابتن صالح. احنا عارفين اللعيب اللي هو عارف ان انا كده كده بلعب عشان اسمي وخلاص، دي مشكله كبيره جدا خاصه في اللعيبه في مصر هنا. مش انا مش هقدر اقول صغيرين بقى عشان كلمه صغار دي يعني الواحد بقى بيكرهها. يعني اتفرج على لعيب عندهم 17 سنه بيلعبوا منتخبات في اوروبا ولسه بنقول على لعيب عنده 22 و23 سنه الصغير ده موضوع لحد 28 يعني لعيب صغير يعني 28 اول ما يعدي بقى ال 30 ان شاء الله نقول ان هو لعيب معتزل يعني ما عندناش حتى لعيب خبره ولا لعيب يا اما قبل ال 30 هو لعيب صغير يا اما بعد ال 30 لعيب لازم يعتزل بالظبط. ف يعني اتمنى ده معناه انه الاهلي قدام الزمالك هيظهر بشكل ضعيف ولا الاهلي قدام الزمالك هيظهر بشكل هرجع اقول لك تاني انا فاهم الاهلي والزمالك يعني مش بكلمك عن النتيجه، انت حاسس انه الاهلي قادر انه يتحسن قدام الزمالك ولا هيواصل نفس الشكل دوت اللي بداوا بمباراه الزمالك في السوبر الافريقي؟ بص هو لعيبه الاهلي كافراد قادرين، لكن انا واضح ان كولر لخبطهم شويه الماتش اللي فات، لخبطهم كتير ومن ماتش الزمالك في دربكه، فانت كنت مفروض اللعبه تبقى جاهزه ذهنيا، انا شايف ان اللعيبه نفسيا مش مظبوطه، لكن قادرين طبعا لعبه كويسه ولعبه كلهم لعبه. هو اللي يخلي لعيبه الاهلي نفسيا مش مظبوطه؟ بص احساس ان انت بتكسب على طول، احساس نقطه كان في كابتن عصام ان انت تشبعت. واحنا عندنا في مصر احنا في مشكله كبيره جدا جدا في كل الفرق او في مصر كلها في الكوره، اللي هو الثيرابيست المعالج النفسي ده مش موجود، انت لازم تجدد دوافع. يعني زي ما لعيب كده بيبقى عايز مثلا ايه بيموت نفسه تليف في اخر سنه في عقده بيموت نفسه قوي ومركز جدا عشان عقده هيتجدد، اول ما يجدد عقده خلاص بقى اطمن. لا انت هنا لازم يتدخل نفسيا لازم تفهمه وتعلله الدافع بتاعه انت هتحقق ايه، مش قصه ان انت خدت كام. فانت عندك حاجات كتيره جدا هنا لازم اللاعب المصري لازم خاصه تكون في انديه كبيره لازم تبقى عارف تجدد الدوافع بتاعتك، علشان هي مش قصه انت وصلت فين. لان يعني مش هرجع اقول بقى كريستيانو، لكن هنضطر نرجع نقول كريستيانو، بس هنقول عبد الله السعيد بصراحه. عبد الله السعيد من اسماعيلي الاهلي منتخب مصر راح بيراميدز شوف كام سنه وراح رجع تاني على الزمالك لنادي جماهيري وعليه ضغط جماهيري وعليه انه عايز يحقق بطوله وقدوه للعيبه، راجل بيلعب مجهود وبيلعب في مكان مش مكانه، بالعكس ده بدأ يعني الاول كان من كام سنه وكان لسه اصغر كان بيلعب متقدم، دلوقتي بيرجع
بيدافع بيدافع انا مستغرب. فانت هنا ايه ده نوع من الايه تجديد دوافع، راجل ملتزم جدا تجديد دوافع. في رقم لعبد الله السعيد في مباراه الاهلي في السوبر الافريقي، الرقم ده انا شايفه يتحط من الارقام التاريخيه زي الهدافين التاريخيين والصناع اللعب التاريخيين، الاكثر استخلاصا للكوره في مباراه الاهلي. لا ما تتقالش عليه، مش هو ازاي يعني ده صانع ده بلاي ميكر ولا سنه ولا 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 القوه البدنيه ولا اي حاجه، مش منطقيه. فدي نقطه هنقول لا لازم اللعيب تتجدد دوافع عنده عشان يبقى موجود في الملعب. وزي اللي اقول لك في الاخر انت عملت اسم كبير جدا، لازم تسيب بقى للناس حاجه تفتكرك بيها كتير يعني. صحيح يعني.